الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ والكاتب الكبير الأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الأستاذ الكبير عبد المحسن سلام نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأعراب، السادة الكبار أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، الزملاء الأعزاء رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، والسادة الزملاء رؤساء تحرير الصحف، مرحبا بكم في مؤسسة دار الهيئة الحاضنة للثقافة والآداب والفنون منذ صدور مجلتها الأولى عربيا وإقليميا الهلال عام 1892، لتطل بمصر على المستقبل فانحازت مع توالي إصدارتها إلى النهضة الفكرية والإبداعية والإعلامية، ومن بعدها جاءت مجلة المصور 1924 والكواكب في 1932 وحواء 1955 وطبيبة الخاص 1969، ولا ننسى ولن ينسى المصريون إصدارات قد توقفت مثل مجلات الاثنين والدنيا والفكاهة والأطال وإيماج التي كانت تصدر بالفرنسية. أهلا بكم في مؤسسة دار الهيئة التي احتضنت رواد النهضة والتنوير محمد لطفي السيد، طه حسين، محمود عباس العقاد، إبراهيم المصري، مصطفى وعلي أمين، محمد التبعي، وكبار فناني الكاريكاتير مثل صاروخان وعبد السميع ومصطفى عسير وغير هؤلاء من رواد الكبار في مختلف مجالات الثقافة والفكر والأدب والفن. وفي مجال الطفل تصدر مؤسسة دار الهلال المجلات التي تتناسب وقضيتنا اليوم التي نناقشها، فلدينا مجلة سمير وسلسلة كتب الهلال للأولاد والبنات، ومن قبلها كانت تصدر مجلة ميكي وتوماجيري، تلك الإصدارات التي شاركت في تشكيل ووجدان عقل الطفل المصري على مدار أكثر من 60 عاما. وفي إطار سلسلة الاجتماعات الدورية للهيئة الوطنية التي نجحت بالفعل في توجيه الرسائل الإيجابية للمجتمع دون انتقاص من حق التعبير عن الرأي، حيث تناولت الهيئة في اجتماعاتها السابقة قضايا وطنية غاية في الأهمية، بدأتها من مقرها ثم في الشقيقة الكبرى الأعراب حول مواجهة الإرهاب، ثم في الشقيقة الأخبار حول الإبداع والموارد، ثم في دار التحرير حول إعادة بناء الشخصية المصرية، وكان آخرها في وكالة أنباء الشرق الأوسط حول موضوع أو قضية الشائعات. وها نحن اليوم في مؤسسة دار الهلال في اجتماعنا الخامس نناقش قضية لا تقل أهمية عن القضايا التي تناولتها الهيئة الوطنية، وتصب جميعها في خانة تثبيت أركان الدولة المصرية.